كلمناكم عن رفض 14 ولاية أمريكية لاستقبال اللاجئين السوريين بعد أحداث فرنسا، وقلنا إن اللاجئين هم اللي بيدفعوا ثمن الإرهاب. لكن في خطوة جديدة من أمريكا ضد اللاجئين، دعا بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي لوقف استقبال اللاجئين السوريين بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال هذه لحظة من الأفضل فيها أن نكون آمنين بدلا من أن نكون آسفين. كما تحدثت لوريتا لينش وزيرة العدل الأمريكية في التقرير التالي عن وضع اللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية. We cannot let terrorists take advantage of our compassion. This is a moment where it's better to be safe than to be sorry. Challenges to that process because of the situation in Syria. But I would note, however, that we do have the benefit of having that significant and robust screening process in place, a process that Europe has not been able to set up, which renders them much more vulnerable.